الاسم بالكامل. مدحت هلال محمد شلبي. محمد شلبي. المهنة. المهنة حاليا طبعا مذيع. قبل كده انا لواء شرطة سابق بس خرجت يعني، وكنت لواء تايوان يعني زي ما بيقولوا، لانه اختصرت مسافة الترقي بشكل كبير جدا، ووصلنا الحمد لله وخرجنا في الاعلام حاليا. تمام، يعني نقول اعلامي. 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 طبعا. السن 22 نوفمبر. سنة. خلاص السنة. لا انا دايما عندي نقطه لما الضيف ما بيجاوب على عن سنه بساله قلبه بحس ايه. هو بسن كام؟ قلبك بيقول اي سن؟ قلبي لا، قلبي الحمد لله يعني مش هنقول الجمل النمطيه يعني، لكن بفضل الله بشعر دائما ان انا ما زلت في بدايه عمري في اي حاجه بعملها. يعني بالعشرينات مثلا؟ بديك 25 يعني. مقبول. كمان مش راضي على 25؟ ايه الطمع ده؟ يلا 25 سنه كويس. اي نوع من الفحوصات بتخضع لها بشكل دوري بشكل دائم؟ انا زي المصريين ما عنديش حته الثقافه الطبيه قوي ان احنا نروح ونكشف ونعمل دوريات وكلام، وده غلط الحقيقه. لكن بشكل عام اخر مره رحت فيها للدكتور كان من سنه تقريبا او اقل شويه. قبليها لمده سنوات طويله بفضل الله ما رحتش يعني. لما جالي مغص قعدت فتره، كل ما يجي لي مغص اكلم الصيدلي يقول لي خد كذا، اخد على الصيدلي. لان حضرتك عارفه في اوروبا الطبيب بيشخص، الصيدلي هو اللي بيوصف الدواء. ممنوع اصلا الصيدلي يوصف. ما يوصفش. لكن هو ياخد التشخيص ويديك هو الدواء. دكتور ما يكتبش الدواء. هنا احنا العكس. طبعا في كل حاجه، بكل الدول العربيه على كل نفس كله كله. فما عنديش ثقافه. لكن لا، ممكن جارتك تديك الوصفه. ها والله ده حصل. وده حصل، وبنتي ادتني الوصفه برضه. كل واحد يديني حاجه باخد. وبعدين لما لقيت كل فتره بيجي لي كده مغص دمه تقيل شويه، فروحت الساحل الشمالي في المصرف اللي هو مش الصيف ده اللي قبله، فجالي مرتين ثلاثه قلت يمكن وش المكان ده جديد وحش عليا. فما بقتش اسافر المصرف. في النهايه قالوا لي اعمل مش عارف ايه، عملت طلع عندي كام حصوه في المراره. فروحت للدكتور الجميل الاستاذ محمد حقي، عملت اتنين منظار، واحده لانه القناه المراريه كان نزل فيها حصوه. انا احكي لك بقى ما دام انت دكتور. في حاجه اسمها المراره دي لازقه مع الكبد. لو دخل فيها حصاوي احد امرين، يا اما تفضل هي في المراره يا اما تنزل على القناه المراريه. اذا نزلت عن القناه المراريه عندك اختيارين، وهو يا اما تنزل طبيعي لوحديها يا اما تفضل متعلقه. لو فضلت متعلقه لازم تعملي الاول منظار تشيل الحصوه او اثنين او ثلاثه اللي نزلوا في القناه المراريه. خلصنا من دي، بعديها باسبوعين ثلاثه تعملي المراره تشيليها كلها على بعض. طيب وعملت انا عملت القصه دي الحمد لله. شلت المراره. شلت المراره لان مرارتي اتفقعت. عدم بيقولوا اتفقعت او طقت مرارته، قول لي طقق لك مرارتك. واضح ان انت اللي هتطقي. لا دي شلتها، في حاجه تانية عاوزها تطق عشان اطقها الليله. يلا هتشوف. طيب بتخاف من المستشفيات؟ في عندك فوبيا من المستشفيات؟ يعني الى حد ما. ما بحبش طبعا اروح مستشفى، حتى بروح لحد من حبايبي او حاجه ببقى عندي فعلا جزء انقباضي، وانا عارف ان الدكتور بتاعك بيتابع دلوقتي الاجابات. عندي بيبقى عندي جزء انقباضي، ويا رب ما حد من اللي يشوفنا ولا حضرتك ولا كل اللي هنا يروح مستشفى ابدا يا رب. طب وعملت العمليه ازاي؟ ايه كانت طقوسك؟ هقول لك انا عملت العمليه، وده سؤال محترم جدا. برغم ان انا يعني طبيعي اي حد بيخاف من العمليه. انا ما رحت، كان معايا مراتي ومعايا بنتيني، فقعدنا. الميزه ان انا اما بسافر طياره بروح قبل التيك اوف بنص ساعه. الدنيا كلها بتروح 3-4 ساعات على الاقل، ساعتين لسه. اقسم لك بالله ان مره رحت والطياره طلعت، فقمت رايح للراجل في البتاع ده قلت له ممكن الطياره ترجع؟ لان كان معايا فرقه كوره. فنرجع تاني للموضوع. ما رحت وقعدت وبتاع، جه الدكتور محمد حقي ولطفني شويه بكلمتين. قلت له خلص، ما انا عارفه إنجز. كل ما تطول ما تطولي القعده تفضلي تفكري هنزل. لبست البتاع الزرقاء دي واحدتين، واحده باليمين واحده كده والثانيه بالعكس. وقعدت على الكرسي وقلعت الشبشب وزقوني. رحت منتهى الجمال بقى، الناس هناك قعدوا يهرجوا معايا وانا زملكاوي زي المخرج بتاعك وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه. قعدنا نهرج في اوضه العمليات. قال لي انا هديك دلوقتي حقنه بعد 10 ثواني هتغيب. عشان تبطل تكون اهلاوي. انا مش اهلاوي. امال ايه؟ لا ولا زي المخرج بتاعك زملكاوي. ده هو زملكاوي، انا عرفت منه ان هو زملكاوي، لكن انا مش، انا لا اهلاوي ولا زملكاوي. انت على الحياد. بالظبط. فقعدوا بقى حواليا في منتهى الشياكه والجمال، نسوني ان انا هعمل، عم اقسم لك بالله. وبعدين قال لي انت مش خايف؟ اللي بيديني الحقن.
قلت له والله انا لما شفتكم ما عنديش ادنى درجات الخوف، وفعلا دول الحقنة باستسلام شديد خلصت وصحوني وبتاع وكانت الدنيا زي الفل. فانا كسرت حده الخوف من العمليه، يا رب ما اعمل عمليه ثانيه يا رب، لكن اتكسر عندي العمليه. بس حضر لك تشوف محبينك وين ما كان فضل يعني لا سمح الله لو اضطريت يعني لعمليه اخرى ان شاء الله. في ادويه معينه بتاخدها بشكل منتظم؟ ادي لي 12 سنه باخد حبايه 5 ملي جرام كل يوم، بس انا باخدها بقى ايه يا الصبح يا الظهر يا بعد الظهر يا حتى بتنساها يعني مش ملتزم بيها قوي. بالظبط. بس حدا من عائلتك عنده امراض مزمنه؟ عندك امراض وراثيه؟ لا ما عندناش الحمد لله. لا لا بفضل الله احنا بنلعب كوره الحمد لله ومنتظمين في الحكايه دي الحمد لله. انت مدخن ام رياضي؟ لا لا مش مدخن خالص خالص خالص. اكره ان انا اقعد مع حد بيدخن، وحتى مراتي في البيت لما تيجي اوضه نوم ولا اوضه نوم بلاش فيها سكر. وهي ملتزمه لما تحب تروح مثلا تنزل تحت تطلع فوق بتاع، لكن في الدور بتاعنا ممنوع. مراتك بتدخن؟ بتدخن. ما قدرتش تخليها توقف؟ لا سهر لوحدي صعبه. هي صعبه يعني صعبه في ان هي تدخن، ان هي تبطل تدخين. كل مره تقول لك ايه انا خلاص واخدت القرار وخدتها ومش عارف ايه، جبت لها سجاير بتاعت انجلترا دي اللي هم الفيك دي الالكترونيك الالكترونيك دي. اشتغلت عليها شويه وبعد شويه لقيتها ماسكه السجاره العاديه. يبدو انه ادمان يعني عمليه صعبه. شيشه؟ لا خالص ابدا. انا عمري في حياتي يا مدام رغده ما حطيت في بقي لا سجاره ولا الكلام ده بفضل الله بفضل الله الحمد لله. العياده اللي بتحرص انك تزورها بتقول انا في حال عاوز اعمل فحص انا حاوز اقصد العياده دي او الطبيب ده؟ لا لا ما تفرقش معايا اي حاجه. لا انا عمري الحمد لله ما رحت خالص بفضل الله بفضل الله. عمري ما انا عملت عمليتين في حياتي، واحده وانا عندي 7 سنين شلت اللوز والموضوع بتاع المراره بتاع المراره. لكن لا عندي دكتور خاص ولا عندي عياده خاصه لو اي حاجه تلاقيني. طب احكي لي حكايه لطيفه. هات. فمره وانا في البيت حسيت ان قلبي بيدق بخبط بخبط كده خطيت، واحنا دايما اي واحد فينا بيخاف على نفسه شويه. فقلت لمراتي اطلبي لي بسرعه الاسعاف، انا حسيت ان انا فعلا قلبي دو 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 دو. الكلام ده من 8 9 سنين. فجت عربيه الاسعاف. دي طلبت مني ان انا اكون صريح، فانا بحكي لك حاجات عمري ما حكيتها في حياتي يعني. جم الاثنين بتوع الاسعاف دخلوا الاوضه شافوني. ايه يا كابتن مدحت الاهلي بكره هيعمل ايه؟ اخذوني في قصه ثانيه. حسيت ان قلبي هدي. قلت لهم طب استنوني يا رجاله كده بره 5 دقايق كده. طلعوا قمت انا قايم من السرير جريت في الشقه قعدت اجري رايح جاي اجري اجري عشان اطمئن ان قلبي ما فيهوش حاجه. ما في حاجه. الدنيا زي الفل والحمد لله تمام تمام. الناس مشوا ودي مره الوحيده يمكن اللي انا لجأت فيها للاسعاف طلبت فيها الاسعاف بالظبط. خفت؟ خفت. بالظبط.